تشينا تشينا على البديل اللي بغينا على البديل اللي بغينا على البديل اللي بغينا على البديل اللي بغينا والبديل ها هو والبديل ها هو والبديل ها هو والبديل ها هو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباشرة مع التسجيل لوقفة احتجاجية من عين حرودة بالضبط أمام واحد المركز اللي كيتسمى مركز ديال السوق نموذجي اللي مغلق مدة سنين وفراشة أو لا التجار لم يستفيدوا من هذا الصرح الغير معروف المصير دياله ربما 3 سنوات أو 4 سنوات باش توجد هذا المحل هذا أو لا هذا السوق النموذجي أو لا هذا الوعاء من غير استفادة. والآن الناس ديال الفراشة أو الناس البائعين والشراية ديال هذه المنطقة هذه كيتواجدوا أمام هذا المحل أمام هذا السوق النموذجي من أجل طرح سؤال السوق ها هو امتى غادي تفتتح. كما كتشاهدوا معنا مجموعه من المواطنين وهما تجار فراشه كيف كنقولوا كاتبين هما عايشين حاله مزريه في ظل اغلاق هذا المحل. بقوا معنا الله يجازيكم بخير. نبغيو حنايا اي مسؤول اللي كيهمو الامر ديال الباعه المتجولين اللي كيبيعوا كيهمو الامر ديال الباعه المتجولين يوقف معنا وقفه رجل واحد. راه ما خاص شي حاجه اللي كثيره او مستحيله. راه السوق النموذجي واجد خاصو غير لا سيباراسيون بمعنى ابسط الاشياء. حنا غير عطونا هذا السوق وحنا نتكلفو به حنا كجمعيه نصايبو حنا حنا غير عطونا لا سينياتور ديال مسيو لو غوفيرنور حنا نتكلفو به. الله يجازيكم بخير والف تحيه لكم خوتي شكرا لكم على الصمود. الله يجازيكم بخير. عندنا وقفه احتجاجيه امام جماعه الحضاريه عين حروده باش نوصلوا صوتنا للسيد الرئيس باش يوقف معانا. خاصو يهز الطوموبيل ويمشي على السيد العامل لان عنده الصلاحيه. حنا مواطنين ما استقبلناش السيد العامل ولكن البريزيدون اللي كيمثل الساكنه ديال اكثر من 65 الف نسمه هي اللي صوتت عليه باش يكون رئيس. كنقدموا له التحيه من هذا المنبر وتنقول له السيد داوي والله يجازيك بخير راك ولد القبيله وعارف وراك ولد الخير وكتوقف مع الناس وكدير لي فيستيفال وناجح 100% وراك خونا وحبيبنا والله يجازيك بخير. الا ما وقف مع هاد الناس راه كلهم مضرورين وقف معاهم وهز السياره ديالك الله يجازيك بخير. وسير عند السيد العامل وعلاش لا سير عند السيد الوزير لان عندك بوسيبيليتي باش تمشي لان انت رئيس الجماعه تم غادي بالصفه ديالك وبالوزن ديالك غتهز الملف وغادي تمشي عند الساده وتقول لهم فوالا عندي مشكل الفراشه حنا راه تعطلنا عليه في السوق النموذجي وراه كيحتجوا وتيديروا دي لايف وما غاديش يتفاكوا والمسيره غادا مستمره وما غاديش نوقفوا حتى يحولوا السوق النموذجي ديالنا. هذا هو
السؤال المطروح هو ان هاد الناس عشت الله غالب. الاخوان الكرام حاولوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. وهذا الشيء كنوجهوه ان شاء الله الامير المؤمنين امير الفقراء، اللهم شافيه وعافيه في هذا اليوم ان شاء الله. هو راه غيسمعنا وغيشوفنا، والله الا اكيد هذا اللايف ان شاء الله غيوصل. معكم سعيد العريش، رئيس جمعية شباب عين حرودة لتجارة القرب. احنا اليوم جينا خويا كنحتجوا، ماشي الاول مرة كنديروا هذا الاحتجاج، راه من 2011 وحنا كنحتجوا، هذه 2022 وحنا دابا حنا الحمد لله في مغرب الثقافات ومغرب الديمقراطية ومغرب الغد. حنا كنشوفوا ان ملك البلاد خدام على المستوى الوطني وغادي بالقاطرة للامام، لدرجة ان عندنا حساد كثار تيحسدوا هذه المملكة بالقيادة الرشيدة ديال جلالة الملك نصره الله وأيده، واقف وقفة من أجلنا كاملين. ولهذا خويا نحطكم في الصورة، نهار 6/11/2018 جا السيد العامل عامل عمالة المحمدية السابق، أعطى بداية الأشغال ديال السوق اللي كتشوفوا أمامكم، ولديلي ديال المشروع 10 أشهر يكمل. حنا تفائلنا خير، قلنا نعم علينا جلالة الملك أعطانا هذا المشروع. وجا السيد العامل، وكنا حنا كجمعية شباب عين حرودة لتجارة القرب كنا في الاستقبال ديالو، كانوا عدة مسؤولين كبار على مستوى الإقليم إقليم محمدية، وقلنا 10 شهور ما فيها باس غادي نصبروا بين ما يكمل لنا السوق النموذجي. جاو عندنا السلطات قال لك فوالا انتم كتبيعوا تشريوا في الشارع داخل الشارع، يعني دايرين العرقالة وكذا، ما فيها باس إلا تواضعتوا شوية ونزلتوا قرب السكة الحديدية راهي تمام نكملوا لكم السوق النموذجي. حنا بغينا نكونوا إيجابيين، قلنا نضحيوا هاد 10 شهور، نزلنا قرب السكة الحديدية، قلنا حنا في دماغنا أن غنتسناو 10 أشهر، فإذا به اليوم هاد رمضان كملنا 4 سنين وغادي في السنة الخامسة، والسوق متوقف على الأشغال، ما بقاتش فيه الأشغال. في الأول كانوا وعدوكم بهذا السوق تاخذوه. هذا راه حنا اللي جينا، وحنا كنا في التدشين وعندنا تصاور وعندنا فيديوهات، وكانوا منابر إعلامية وكان داك الشيء رسمي، جا السيد العامل رسمي. ما كيعطيوكمش الأسباب علاش موقف دابا هذا المشروع؟ ما حتى شي واحد ما تيجي يستيفي لك. جلسنا مع رئيس الجماعة، مع السيد القائد، السيد الباشا، مع الرئيس، شنو كاين رئيس الجماعة، رئيس الجماعة السابق تيقول لك راه تنتسناو في السيد العامل يقاد لنا الامور ديالنا. ودابا ملي جا الرئيس هذا درنا معاه واحد اللقاء، قال لنا فوالا راه دايرين واحد لابيل دوفر على مستوى العمالة، مشينا حنا للعمالة. ابيل دوفر ديال زعما راه غاديين يجيو بزاف ديال الشركات يحاولوا ما امكن يدفعوا ملف مطلبي ديالهم باش يحتضنوا السوق، باش يكملوا لا سيباراسيون، باش يجهزوا المحلات التجاريه. فوالا خدينا البديره ومشينا، قلنا لهم، قال لك قول لهم، راه قال لينا حيت حنا هضر معنا النائب الاول ديال الرئيس، قال لك فوالا انا كنقول لكم سيروا للعمل وقولوا لهم قال لكم فلان. ومشينا قلنا لهم راه قال لكم فلان بالفلان النائب الاول ديال رئيس المجلس البلدي عين حروده زناته بان الموضوع عندكم. وفرا مشينا عند رئيس قسم الشؤون الداخليه وكنحييه بحراره، استقبلنا احسن استقبال وتصنت لينا. ومشينا عند خديجه جيلان الرئيسه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه على مستوى مدينه المحمديه، رحبت بنا كذلك، حسن استضفتنا حنا كجمعيه وسمعت لينا وعطينا افكار. قلنا لهم علاش لا، ما تعطيوناش هذاك السوق النموذجي. ومن طبيعه الحال حطينا لهم وثائق اكري، هضرنا غير وراء المو، حطينا وثائق على مستوى العماله وعلى مستوى الجماعه. قلنا لهم حنا كجمعيه شباب عين حروده لتجاره القرب علاش ما تعطيوناش لاكور وحنا نجيبوا احنا نجيبوا شركه وتصيب لنا السوق بالمعايير المسموح بها وطنيا، وحنا نتكلفوا بالتسيير وتدبير الشؤون ديال داك السوق النموذجي. كان الجواب رحبات في الفكره وقالت لك انا ما نقدرش، ومسي صاحبه قرار، انا خلي لي نيميرو التليفون ديالكم وغنشوف مع السيد العامل وغادي نعيط لكم، لكن لحدود الساعه ما اتصل بينا حد. هذه المده دابا تقريبا ميم با واحد شهر ونص ولا ما يقارب شهرين، كنت سنانه قلت ان سومين دو سومين كاع. واحد السؤال يعني الا كان ممكن. مرحبا. عمركم درتوا شي وقفه قدام العماله او تواصلتوا مع العماله باش تشوفوا العامل بنفسه؟ العامل حاولنا خويا، صيفطنا عده مراسلات السيد العامل كتباع بالفشل، ما كيجاوبوناش، كاننا ما حطيناش تنحطوا. السيد العامل كتصيفطوا مباشره السيد العامل؟ كنصيفطوا مراسله باننا طلب لقاء للسيد عامل عماله المحمديه، تنحطوه في بيرو دوردر وتناخذوا لا كيزيد ريسيبسيون. بطبيعه الحال ملي كان السابق العامل السابق كنا كنحطوا طلب لقاء السيد العامل ب
3 جور كيعيطوا لينا من بيرو دوردر كيقول لك الو جمعيه كذا وي بغاكم السيد العامل غدا مع 11 او غدا مع 3 وكنجلسوا معاه. جلسنا مع السيد الشقاف لا ماشي هذا اللي قبل منه جلسنا معاه اكثر من 7 مرات ملي كان يلا غيتبدا المشروع وبقى متبع معاه ما عمرنا جلسنا معاه. حطينا ليه اكثر من 30 مراسله باعت بالفشل. كاين العامل وكاين ما كيستقبلش الناس وهذا ميساج بغينا نوصلو لجلاله الملك. حنا راه الملك هو اللي كيعين كيف كتعرف شكون اللي كيعين العمال والولاد جلاله الملك من اجل اش كيعينهم من اجل حل المشاكل العالقه على مستوى الاقليم وحنا فما كنحطوا طلب كنتسناو يعيطوا لينا ما تيعيطوش لينا العامل عارف استطعنا اننا نجلسوا مع رئيس قسم الشؤون الداخليه ومع خديجه جيلان ديال المبادره وقلنا لها حنا دابا في العماله دخلينا عند السيد العامل قالت لك ما نستطعش خلوا لي التليفون وغنشوف مع السيد العامل ونعيط لكم. كاين ويلي كاين السيد العامل كاين غير ما عيطش لينا. ما نقول لك بواحد العباره ديال اننا حنا ما كتبش الله باش نشوفوا السيد العامل ولكن تجاهل ما فهمناش جو سي با كاين شي حوايج اللي ما تقدرش تدخل في هذا لونغروناج. مي حنا غنهزوا صوتنا الملك البلاد جلالة الملك نصره الله وأيده. الحل عند الله سبحانه وتعالى وعند الملك اللي هو أعلى سلطة على مستوى الدولة المغربية اللي حنا كنفتخروا به غادي بالقاطرة للأمام وكنقول لها سيدنا الله ينصرك والله يعجل بالشفاء ديالك إلى ما نضر فينا وجي العين حرودة زنات عمالة المحمدية وبالأخص يجي الجماعة الترابية ديال عين حرودة. راه كاين خروقات كثيره ناهيك على الموضوع ديال الفراشه لان عين حروده باقي التروطوار من 2001 ما تشونجاش باقي حفره تحيد من حفره تطيح في الاخرى. هذا بروبليم كنمشيو لمدن اخرى تتجينا البكيه دايرين دي بوطو داك الاضاءه ليد داكشي زرق التروطوار كيهضر معاك يقولك دور لا غوش دروات وحنا باقي عندنا هنا العربات المجروره. هذا عيب وعار باش تكون عين حروده اللي غادا تستقبل مدينه زنات الجديده المدينه الايكولوجيه. شي رساله للسيد العامل ديال عماد الله. الرساله للسيد العامل نبغي نقول ليه الله يجازيك بخير الى حن قلبك وقف معنا وحل لنا هذا المشكل راه بين يديك. واخا عمركم تواصلتوا مع الولايه؟ الولايه حطينا لهم تما لا ميم شوز حطينا وخدينا لاكيزي وما عيطوش لنا اخي الكريم يعني كاين مشكل تما. وهذا الشيء خاص يوصل لسيدنا لان سيدنا ما يرضيش اننا حنا نعانيو هذا الشيء. وسيدنا راه كيستقبل الناس وسيدنا ملي كيكون غير في شي في شي في شي خرجه او شي جوله ياك كيكون غير في شي جوله تيخلي لي بودي غارد ديالو وتيمشي كيسلم على الناس وتيسلم على المعاقين وعلى ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني مالك البلاد له كل شيء هو اعلى سلطه في البلاد وكيحن في الشعب ديالو. وعلاش هذا العامل ما يحنش في الشعب هذا مع العلم انك تحتاج ان سينياتور بوان فينال وغيتحل المشكل ويجي سيدي هو غيعطي نحضروا معاه ويدش لينا المشروع وتحسب ليه والمجلس البلدي وحتى رئيس الجماعه راه مسؤول على هذا الشيء خاصو يهز السياره ديالو ويمشي عند السيد العامل والسيد الوالي والسيد الوزير ويدير مراسلات على اعلى مستوى باش يحل المشكل لان عنده السلطه وعنده الامكانيه باش يدير هذا الشيء. كتكلموا على المجلس وي البرلمان شكون عندنا برلمانيين ولكن ما جو سي با راسلتهم شحال من مره في لايفات حنا كنشوفوا واش كانوا في الحمله ديالهم عطاهم وعد على هذا الصوت كيعطيو وعود كيعطيو وعود كيقول لك حنا غنديروا ميم اللي كينجحوا كيطفيو التليفونات وتيخدموا للمصالح الخاصه وهذا الشيء تيعرفوا الشعب المغربي قاطبه. اذا حنا عندنا مشكل ان هذا السوق النموذجي هذه المعلمه تكمل دار لها لا سيباراسيون ديالها باش يدخلوا لها الناس ديالها وفي نفس الوقت الاشجار اللي فيه لا اجي تشوف اجي هذا الشيء اخويا هذا الشيء اللي بان لك كتسحبهم هما اللي غارسينهم هذا الشيء اخويا ديال الله هذا الشيء اللي كتشوف هذا الشيء اللي كتشوف اخي الكريم نتيجه ديال الاهمال ديال المسؤولين. دابا المسؤولين ملي هملوا هذا السوق النموذجي شوف اش ناض فيه شوف عباد الله شوف بلا ما شو جاو خسروا حاجه ديجا داروا الصباغه في الارض
ومشاو وسدوه والله يعاون صافي وخلونا حنا كنتخبطوا. شوف شوف الحديد شوف الحديد شوف راه مصوب معايير جميله سوليد كاين الماء كاين الضو كاين كلشي ولكن اخويا المشكل اخر كلمه بعد. اولا كنبغي نشكركم جزيل الشكر على المواكبه والمؤازره لينا حنا كفئه مستضعفه مغلوب على امرها. كنحييكم بحراره من هذا المنبر باسمي وباسم جمعيه شباب عين حروده لتجاره القرب، ونبغي نوصل الرساله لاي مسؤول اللي عنده شي مسؤوليه او اللي عنده دخل بانه يفك لنا العزله ويحل لنا هذا السوق النموذجي في عجاله البارح قبل اليوم الله يجزيه بخير فليتكرم. وفي نفس الوقت نبغي نراسل جلالة الملك نصره الله نقول لي يا ملك البلاد الله ينصرك ويعلي مقامك، راه حنا وحلنا راه عندنا باب واحد اللي بقى هو الباب ديالك. وشكرا لكم وعاش الملك والراية مغربية والصحراء مغربية وستبقى مغربية لأن هي في الأصل مغربية أبا عن جد.